النهائيات ما كانش سهل، عدينا بسنة كاملة من التحديات والتدريبات، كنا أكتر من 6000 فريق، ولكن بعد التصفيات سنة كاملة 21 فريق بس وصلوا للنهائيات. بس انتم مش ملاحظين حاجة؟ احنا لابسين 3 ألوان، أحمر، أزرق، أصفر، علشان احنا بنتسابق في 3 مسارات، فرق كل مسار بتنافس بعضها. اللي لابس أحمر زيي دول مسار التكنولوجيا التطبيقية، ومتسابقين المسار الصناعي لابسين أزرق، والمسار الزراعي وتكنولوجيا الأعمال لابسين أصفر. 3 بس من كل مسار هم اللي هيوصلوا للجنة النهائيات. هنعيش مع الـ21 فريق الساعات الأخيرة اللي بيستعدوا فيها في آخر معسكر تدريبي. صباح الخير، أخباركوا إيه؟ زي الفل. متحمسين؟ كتير. لا مش عجباني، متحمسين قوي. إحنا متحمسين أكتر منكم. اولا طبعا بنرحب بيكم، ويعني الحمد لله على سلامتكم ووصولكم في مدرسه ابدا الوطنيه للعلوم التقنيه اللي افتتحها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبعا المبادره برعايته، فطبعا بنوجه تحيه كبيره جدا للمدرسه. طيب احنا خلاص في التحضيرات النهائيه في الكامب النهائي للحفل قبل الحفل الختامي مباشره، فبنرحب بيكم مره كمان، واحنا مبسوطين قوي 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 ان احنا النهارده واقفين مع 21 شركه مؤسسها اكتر من 55 عضو، فانا فخور جدا بيكم. فالاول محتاجه احييكم تحيه كبيره قوي قوي، حيوا نفسكم جامد جدا. تعبنا كتير، اشتغلنا كتير، بذلنا مجهود كبير، بقالنا اكتر من سنه على مدار عمر المسابقه بنقدم في كل مرحله مستوى مشرف جدا. عدينا من المرحلة الأولى، وصلنا للمرحلة الثانية، طورتوا نفسكم ووصلتوا للمرحلة الثالثة، اشتغلتوا على نفسكم أكتر ووصلتوا للسيمي فاينل. فارشيرو هنا يا جماعة بيحيوا نفسهم. مين حاسس إن هو هيوصل للفاينلز؟ أسمع أسماء الشركات. مين حاسس إنه هياخد أعلى شيء؟ يلا بينا يا شباب. طلاب وطالبات التعليم الفني المشاركين في فني مبتكر قدامهم تحدي كبير جدا في المعسكر ده، تقدروا تقولوا كده انه عامل زي معسكر المنتخب قبل بطولة مهمة، لكن هم الحقيقة يعني متعودين على التحدي. انا متعودة على التحدي، قالوا لي ما عندناش بنات تتعلم بعد اعدادي وتحدتهم. سافرت وتغربت عشان ادرس اللي انا عايزاه، قالوا لي يا اما تنجحي يا اما ترجعي بلدك وتنسي التعليم. طلعت الاولى وده مش كل اللي عندي، لسه هتشوفوا هوصل لفين. قالوا لي انت اخرك دبلوم ومخك هيصدي، مش هتعرفي تشتغلي بعد كده. أنا دلوقتي في سنة تانية عاملة موبايل أبليكيشن، تفتكر عبال ما اتخرج أكون عملت إيه؟ وإنت عملت إيه؟ لكل حد فاكر إن الثانوية العامة لوحدها المستقبل وإن التعليم الفني هو للفشلة، فأنا جاية النهاردة أتحداك وأثبت إن التعليم الفني هيغير مستقبل مصر. صحابي تحدوني إن أنا لو دخلت تعليم فني عمري ما هبقى حاجة، بس دلوقتي حابة أثبت لهم إن أنا فعلاً دلوقتي دخلت تعليم فني ودخلت مسابقة فن مبتكر وهبقى حاجة، وإن شاء الله هكسب وآخد مركز أول. لما حد كان بيعرف إن أنا عايزة أدخل تعليم فني وكان بيستقل بيا، وأنا بصراحة كنت بتكسف ما بعرفش أرد، بس بعد ما دخلت تعليم فني ودخلت المسابقة على مدار سنة بقيت مبسوطة جداً باللي أنا عملته، فخورة بنفسي، وكمان أقنعت أختي إن هي تدخل تعليم فني. كنت استحالة أفكر إن أدخل تعليم فني بسبب نظرة الناس لي، بس برضو ما كنتش عايزة أدخل ثانوي عام. شفت مدرستي غيرت رأيي، عجبتني بصراحة. إحنا بنتعلم حاجات أنتوا بتدفعوا كورسات بالألاف عشان تتعلموها، presentation skills، ريادة أعمال، رياضة وابتكار. الناس مش مشكلتها بجودة التعليم الفني، الناس مشكلتها إن هي ما تعرفش يعني إيه تعليم فني. اللحظات الأخيرة دي بتبقى صعبة جدا. النهاردة هنعرض لآخر مرة مشروعاتنا أمام المدربين عشان نتأكدوا إحنا جاهزين. فهل يا ترى هنبقى جاهزين ولا لأ؟ يلا بينا نشوف. طبعا في كل مرحلة من مراحل المسابقة بيبقى في فقرة مهمة جدا ليها علاقة بالبيتشنج والبرزنتيشن، ودي من أهم الحاجات اللي احنا بنركز عليها وبنحاول نقوي أداء البارتيسيبنتس أو المشاركين فيها. جاهزين يا شباب؟ جاهزين. يلا بينا. المشكله بالظبط اللي واجهتنا ان هو ايام كوفيد 19 ما كانش دكاتره بسبب الضغط اللي عليهم والضغط اللي على المستشفيات. معلش اسمحي لي اقطعك، يعني انت تقريبا قربت تخلصي وانا ما شفتش حاجه في البرزنتيشن، يعني انتوا جايبينه ليه؟ طيب ابتدي ان انا افك المسمار ده وابتدي ان انا احرك عن طريق اليد عشان ابتدي ان احرك الزوايا. في هنا تحدي قابلكم، انتوا مره قلتوا 10 درجات ده اللي كان موجود، ودلوقتي قلتوا 15 درجه، فنبقى مركزين في الحاجات دي علشان احنا حقيقي ما عندناش وقت. التقنيه الجديده دي اضافه جديده. ما تتكلموش انتوا الاثنين في نفس واحد، يعني انا في الاخر هبقى عايز ابص اشوف مين اللي بيتكلم، بلاقيكم انتوا الاثنين بتتكلموا. في سنه 2019 2020 تمت
ركز طبعا، ركز والنبي في الكلام، عشان غلطة دي ممكن توديك في داهية. ممكن أي أسئلة تبقى في الآخر بعد ما نخلص؟ ده أنا عارف، ده السوليوشن بتاعنا. أنا عايز أحسسكم بالمشكلة دي كبيرة. إحنا حاسين، إحنا حاسين وتمام، والناس برضو هيبقوا حاسين. في البيزنس موديل بقى، مين البارتنرز بتوعكم؟ أصحاب العربيات وأصحاب الأماكن اللي هناخدها منهم نعمل عليها الأبلكيشن. اتفقنا لما نيجي نشرح حاجة تكنيكال أو حاجة فنية أنا ما أعرفش، والجمهور اللي هيتفرج عليك ما يعرفش، فلازم نعمل إيه؟ أنا إيه لمبة القطعية دي؟ كل المجالات اللي بتستخدم القطاع التشغيلي. اقف معايا ثابت بقى، اقف معايا ثابت. تمام، مش عايز دي، مش عايز دي. اوكي يلا ثابت. يلا انا نسيت. يلا انا نسيت. ثابت بقى. بونجور، احنا تيم سبوله. احنا ابتكرنا الدقيق في نفس الوقت يكون طعمه حلو وصحي، واللي هو بيكون طعم الفواكه. بنعيد في الكلام كتير، المعلومات كان في طفل في عيلتي اسمه عمر، عمر كان بيعاني من مشكله جامده جدا ان هو بينسى بسرعه. مش وقت ده كله في الفاينل، لكن انت عايز تسمع. احنا عندنا مشاكل بتواجه الالواح الشمسيه، وهي انخفاض كفاءه الالواح الشمسيه وتنظيف الالواح الشمسيه والهوت سبوت اللي هي البقع الساخنه. ونيجي لاول مشكله عندنا، هي انخفاض كفاءه الالواح الشمسيه. احنا عندنا 65,000 امراه داخل مدينه زفته في اشد الحاجه لدخل مستقر. حاسس ان انا بتفرج على اعلان تلفزيوني. هنا احنا مايلين شويه، شايفين احنا واقفين الى حد ما فيها ميل شويه. فين بقى الروح بتاعك؟ ما في الاخر والله يزن. فين الروح الحقيقيه؟ عايزين كده هقولكم النقط. المسج التنبيهيه دي لما تجيلي هعرف منين انهي اتجاه هو الصح، نظرا ان انا مش بشوف. انتوا قادرين تردوا على الاسئله، واثقين من نفسكم، ودي حاجه كويسه جدا. اشكركم وحقيقة تحيه كبيره يعني. ودلوقتي بعد ما أخذنا كل تعليقات المدربين الإيجابية والسلبية، جه وقت الشغل والتعديل على المشروعات. عدلنا اللي لحقنا نعدله وعملنا أقصى ما في جهدنا، بس خلاص بقى اللي ذاكر ذاكر. وده الوقت اللي خلاص هنقابل فيه لجنة التحكيم الأولية كمان كام ساعة. جاهزين؟ جاهزين. أسمع، جاهزين؟ جاهزين.